كان مرحب فيك من الزملاء الموجودين جدا من نبيلة وديانا. جدا ديانا انا ما بعرفها. ليه يعني ما في تواصل بينك وبين ديانا؟ لاني عمري ما شفتها بالام تي في، صدق او لا تصدق. انا بغير مبنى وبن قبل ولا مرة التقيت. أنا عمري ما شايفتها. نبيلة رفقة أنت وياها كثير؟ طبعا طبعا. ليش؟ طبعا. ومش بس رفقة أنا وياها، مع أنه كان في فترة تنزلوا كثير قصص سوا، هلأ خفت. لا هلأ أنا ما عم نزل شيء. ايه انا كرمال غزه وفلسطين من قبل، انا اللي حوالي سنه يعني، يعني شوف ما انا ما بنزل شيء، راقب ماي ستوريز. ما ليه؟ انا مودي شخص شوي مغير. انا كشخص ديما. انت مودي اصلا؟ ما كتير. لا بس انا، لا انا ماني مودي. بس انا مانك مودي؟ لا 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 ماني مودي ابدا، ماني منظمه ابدا أبداً. يعني بوصل ساعة مأخرة على حلقتك مثلاً. بس لا مني مودي. لا بس مودي إنه مثلاً هالفترة ما بدي أعمل انترفيوز، هالفترة بدي أعمل كل الانترفيوز. ها مودي، ها مزاجية بمطرح معين. هاي مش مودي، هاي اللي صارت الفكرة إنه قلنا إيه، فكان في كذا حدا أي إنه تعرف انت، فصرت انه ما فيني ما اقول لي. بس انه ايه كمان يمكن هلا عندي اشياء اولى. فبس لارجع على قصه الاخبار، ايه في في نبيلة ايه في اول شيء هن كانوا منى ونبيلة وديانا وفي هلا نادين. فعلا ما بعرف هلا ديانا فعلا فعلا. انا بمبنى ما خصو بمبنى الاخبار، عمري ما التقيت فيها وبوجه لها تحية. نبيلة كانت مش مرحبة، كانت يعني بالعكس، هي كانت عم تسعى على هالشي يعني. هي ساعدت يعني، أنا قلت لها إنه الله شو كان عبالي يقدم نشرة الأخبار شي نوزت، بتعرف هالشي كتير منيح. منى صديقة وبحبها كتير، ونادين بعرفها من الـ LBC وكمان يعني كانت جدا وبعدها جدا لذيذة يعني. معي ديما بالمقابلة السابقة يلي عملتها معك، سألتك وقتها طرحت سؤال عليك، قلت لك كنت تاركة على LBCI وما كنت بعد عم تنقلي عم تشتغلي بولا أي مطرح تاني. قلت لك معقول نشوفك على MTV؟ رفضت رفض قاطع وقلت لي ما بتشبهني MTV كثير. عن جد أنا هيك قلت؟ ورجعوا حطوا لي بعد ما صرت بالMTV للفيديو، فقلت لي ما كتير بلاقي. أنا هيك قلت؟ قلت ما كتير بتشبهك وما بتحسي إنه بتقدري تشتغلي بالMTV. اوكي شكلني نسي هالشيء. أوكي. هلا برجع ببعثك الفيديو بعد الحلقه تشوفي كيف رجعت تطلعاتك تغيرت لهيدا الموضوع وكيف صار الموضوع. لا هو صراحه صار الموضوع بغلطه انا ارتكبتها بحق MTV بالزمانات، لانه انا قبل ما اروح على MTV على LBC كان عندي عرض من MTV، وباخر لحظه رحت على LBC بطريقة خليني أقول مش very professional. وهذا الشيء خليهم يزعلوا يعني مني. مش very professional يعني وصلت إلى توم دي كونترا ومع التمديدة. نعم. وهذا الشيء منه professional ومش لذيذ منك يعني. فكانوا زعلانين مني، كانوا زعلانين مني كتير يعني كتير كتير، ومعهم حق. بعدين التقينا صدفة مع استاذ ميشيل المور. بالمناسبة هو قال لي هالشي، هو اولا قال لي انه زعلان من هاي الفكرة، وقال لي شغلة تانية انه انت كنت تنتقد الMTV. فانا هون سألته سؤال، قلت له طب ليه عم تعرضوا علي انه عم تقول لي انه انا بنتقد؟ فجاوبني جواب فظيع شو بروفيشنال. قال لي أنا بيهمني مصلحة المحطة أول شيء، أنا ما بيهمني الحسابات الشخصية أو أني حاسب حدا. يعني بيهمه يكسب ديما، لأنه ديما بمطرح معين برودكت بيفيده للمؤسسة. لا قال لي ديما ولا شيء يعني، ما بغض النظر هو يعني. اللي فكان جوابه أنه أنا بتطلع بمصلحة المحطة، هل مصلحة المحطة ممكن يفيدها هيدا الشخص أو لا، بغض النظر إذا هيدا الشخص أنا بستلزه أو لا، أو هو عامل شيء مش لطيف أو لا. أنا معياري الأول هو مصلحة المحطة. فيعني في حدا عم بيقدم مصلحة عمله على أي اعتبار شخصي.
ف بتعتبريها غلطة بالسابق انه ما رحتي على الام تي في من الاساس، ولا كان كمان بمطرح معين خيار فتح لك نجومية كبيرة بالال بي سي اي؟ يعني انت كنت نقلي من الاو تي في على الال بي سي اي، وكنت اوريدي مشهورة بالاو تي في، ولكن اكيد افق المشاهدة بيوسع. ما فيني جاوب على اشياء صارت بالماضي، ما فيني، بس فيني اقولك انه ما فيني احكيك على اشياء صارت بالماضي. يعني انا ما فيني اعرف لو أخذت هالخيار مش هالخيار شو كان صار. فيني أقول لك إنه تم مقارنة بين هيدا الزمن وبين وقت ما كنت بالال بي سي آي، تعتبري إنه أخدي نفس الحجم، نفس الوجود، نفس كل شيء؟ لا، ما في مقارنة بنسبة المشاهدة فعلا. هيدا عم أقوله ما خاصة ب يعني مش لأني أنا ما في مجال لمقارنة المشاهدة بين الاثنين، بين الام تي في والال بي سي صراحة. من بأي شيء؟ لأنه بنشرات الأخبار هي حتى حتى بنشرة الأخبار عن جد. لا، أنا عم بحكي بوقت أنت كنت بالـ بي سي آي، نشرات الأخبار كانت المنافسة بين الـ بي سي آي والجديد. أنا كريتينج عمري أنا بحكي. أنا كفيدباك كفيدباك ناس، أنا إلي من سنة 2007 على الهواء، فيني اجزم لك انه انا ما عايشه فيدباك اودينس مثل ايام الام تي في، لانه المحتوى مختلف برايك ولا نسبه؟ فيني اجزم لك الناس بتحضر الام تي في، هاي فيني هاي فيني اجزمها بتحضر الام تي في ولا بتحضر ديما؟ لا، الام تي في اكيد لا بتحضر كمان برامج الام تي في، بتحضر برامج الام تي في كمان، ف بتحضر الناس بتحضر الام تي في، هذا شيء اكيد. على مستوي انا المهني يعني أكيد إنه يكون عندك برنامج وهو شيء مهنياً أعلى من إنك تكون عم تعمل نشرة أخبار وبرنامج صباحي معك عدد. نهاركم سعيد. نعم. مع إنه كنت بنهاركم سعيد يعني صاحبة السكوبات، يعني دائماً بحلقاتك كان في إثارة جدل. معقول يوماً ما ترجعي على الـ LBC؟ لا، ما بعتقد. لا. خيار شخصي ولا انت بتعرفي انه العلاقات ما بقى تسمح؟ على المستوى الشخصي كتير مرتاحة بالام تي في، عندهم طريقة معاملة. لا، انا عم بحكي معك عم قلك كذا ليفل. على المستوى الشخصي جدا مرتاحة بالام تي في. على المستوى المهني اليوم الخطاب اللي بتمثله الام تي في ما في محطة تانية انا بلاقيها بتمثله، وانا يعني انا بشبه هالخطاب كتير. وعلى مستوى الشخصي مع الال بي سي ما بعتقد انه هن كتير يعني مقطوعة العلاقات، منا مقطوعة بمعنى اكيد اذا في مناسبة او في شيء في مناسبة اكيد بتواصل مع استاذ بيير الظاهر اكيد. اي متى تواصلت اخر مرة مع شيخ بيير الظاهر على مناسبة؟ بعتقد اخر مره لما تم الاعتداء على الال بي سي في حدا كب قنبله، فاكيد اتصلت فيه.